وبالتالي شغلنا الشاغل مع التجار المرحلة الجاية ازاي ضبط الأسعار، وإن الأسعار تكون بتعكس بقى السعر الحقيقي والواقعي للسلع. وهنا أنا دي بتكلم وبوجه رسالة لكل تجار مصر، إن في إطار اللي احنا بنعمله وإدارة تدبير العملة، والدولة المصرية والبنك المركزي هيبقى ملتزم بتدبير العملة ليه. وهنا بقى أنا بأكد بقى على نقطة أخرى مهمة جدا، الأولوية للدولة المصرية في مجموعة حاجات رئيسية. إيه هي؟ السلع الغذائية بكل مشتقاتها، الأدوية، العلف، المنتجات البترولية، والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج الخاصة بالصناعة. دول أولوياتنا لتدبير العملة. إنما أي حاجة تانية، منتجات تمت الصنع، سلع استهلاكية، هتأتي في ذيل القائمة. وأنا بأكد لهذا الموضوع عشان محدش يطلع من اللي بيستورد سلع استهلاكية ويقول أنا محدش دبر لي عملة. الأولوية للدولة المصرية من هنا ورايح للمجموعة اللي أنا اتكلمت عليها. وبالتالي ده يقودنا للرسالة اللي كنا دايما بنوجهها للمصنعين، التعميق التصنيع المحلي واستبدال المنتجات اللي احنا كنا بنستوردها بمليارات الدولارات بأنها يتم تصنيعها هنا جوه مصر. الرسالة دي احنا بقينا النهاردة بنوجهها، انا بوجهها بقالنا فترة طويلة. سيادة الرئيس بيتكلم على هذا الموضوع على مدار الفترات الطويلة كلها اللي فاتت، كل لقاءاتي مع مصنعين على هذا الموضوع. اعتقد ان حان الوقت النهاردة مع الاجراءات اللي خدتها الدولة، عشان كل الاجراءات للاصلاح الهيكلي للاقتصاد، تحسين موضوع توحيد سعر الصرف، الحوافز الكبيرة اللي احنا عملناها في الاستثمار من كل حاجة، تيسير الإجراءات، الرخصة الذهبية، إتاحة الأراضي، دعم الصادرات. احنا مبارح مجلس الوزراء وافق على إتاحة 8 مليار جنيه أخرى لرد أعباء التصدير كباكج جديدة للمصدرين.